السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في ميكرو طنجاوي. موضوع اليوم هو مع نسقسيو الناس فين غيكوزو هاد الليله هادي. تبارك الله على حمد والديك الله يعطيك الصحه. عدنان، اسم الفرقه ديالكم؟ مجموعه الوهابي. الليله هادي تكون 24، فين غدوزها؟ غندوزها هنا في طنجه. غير في طنجه؟ زعما فين غاتمشي؟ هو هذاك الشيء خصوصيه تاع انت. الليله هادي عدنان فين غدوزها؟ فين غندوزها؟ اش غنقول لك؟ مع مولين الضحى. عيال سالي الخدمه. مع الوالدة، مشينا عند الوالدة نفصلها راسها والوالد. هذه الليله هادي فين غادي تدوز؟ غندوزوها هنايا خاف. ناشط. ناشط ان شاء الله. اوه هذه ساعة وبركة باش تهبطوا باي وي وي وي. 2023 هي الثالث، اليوم اخر نهار ديالها، فين تدوز هذا النهار هذا؟ وهي الثالث وما شفنا منها والو، 24 داخلة اش غنشوفوا فيها تا هو. انا عندي صاحبي والترامبية ما خلصش عليك الترامبية. شوف الناس بتارية، ناس فرحانة نشطانة مع العائلة. انا نقول شي هذا ماشي هسه، وهذا اللي معك والو، هذا اشهار ضد الجوع، اشهار ضد الفقر. شكون اللي خلص الترامبية في الهبطة ولا نسيت؟ تا واحد، لا رجلان كرب بنان. اذا سوام وفين تدوز هذه الليلة؟ لا عندها دوزة في الدار ناعس، تا العائلة والو. لا ما في الخاطية يا اش من العائلة والو، عندك كيف اجري مورايا اليوم. شوف تسفرش يا وليدي. وهاد 2024 كيفاش كتسمى تقول لك ان شاء الله؟ واه الله ينعملوا فيها شي حاجة بدينا الخدمة. ديما انا شي دعيو الله يوفقك اخويا. كيفاش دوزتي 2023؟ مكفسه. علاش؟ اي داك مخيبه مره. شنو اللي قلت فيها خايب مر كامله مثلا؟ شي حاجه فيها خايب مثلا؟ كلشي والله العظيم كلشي خايب، كلشي صراحه. شنو كتمنى ان شاء الله في دخله 2024؟ كنتمنى تدوز احسن من هذه ان شاء الله. الامنيه ديالك شنو هي في 2024 عاد تكون ان شاء الله؟ شي امنيه ديالك ان شاء الله خصك توصل لها. امنيه ديالنا الغربه ان شاء الله. الغربه قلت لها ساميكو. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يحفظك اخي، الله يرحمك. تبارك الله عليكم، احسن احلى تحيه للناس دوزت. الله يحفظك اخواتي، تحيه لطنجه. حنا كيفاش غدوز هذه الليله؟ هذه الليله اخويا ندوزوها انا ياسين اخويا، فهمتي راك عارف كيكثروا المحرمات في هذه الليله، بلا احسن نهربوا. باقي ما عرفش دابا، باقي معايا في برايا. دابا شي حاجه ندير عطل بحالك. دابا شي حاجه هي واش عطل بحالك ولا هي كتقول دابا عطل؟ لا لا عطل عطل، راه متاكد مليون في المية خاوة. يمكن تشوفوا داك الشيء اللي ولينا كنشوفوا دابا في التساق. وكيفاش جاك اليوم الجو في طنجة بلايا؟ اليوم الجو اخي مغير على الايام الاخرين، راك عارف اليوم البوناني كلشي تيكون كلشي ضارب الطاسة باش ما نكذبوش على راسنا، كله ولاد ديالو. وحنا باش ما نعيشوش معاهم داك العالم توصل ديك الساعه خصنا نسلتو بحالنا، فهمتي؟ تبارك الله عليك. 2023 يوم النهار الاخراني ديالها، فين غدوز هاد الليله هادي، الليله 2024؟ غندوزوها ناعس اخي برا. وانت دابا ما نشري دابا فين سينا؟ دابا انا المهم حتى الدخول غنكونوا ناعسين. يعني دابا باسيو مع شي واحد؟ باغي ندورو شي باسيو نمشيو بحالنا اخي برا. غنقول لك كيفاش ان شاء الله كتسمنى 2024 تدخل عليك، كيفاش الاحلام ديالك شي حاجه باقي ما وصلتي لها شي كتسمنى في 2024 توصل؟ باقي ما وصلنا شي، باقي ازمانين باقي المرحله الاولى. المرحله الثانيه نتمنوها بالصحه والسلامه و 23 قلت الاقل نفسي هادشي اللي عاش يا صاحبي. عاش. كيفاش قوسي 2023؟ عادي تماره وصافي. غير تماره عاديه خدمه نضار. وهذا النهار هذا فين غدوزو؟ غندوزو في الدار. فين غندوزو في الدار؟ دابا نسينا معايا، دابا ما دوزتيش في الدار. المهم منين هذا باقى 23 خلط 12 الليل، 12 الليل غنكون في الدار. وفين مشي سوا هاد العشيه هادي؟ اي كنا هنا في مارينا وصافي. اي مارينا خاوتي انيس، تبارك الله عليكم. 2024 ان شاء الله شنو كتسمنى فيها تكون ان شاء الله؟ شنو نتمنى فيها؟ نتمنى فيها نكون بصحه مزيانه. و كتحتفلوا ولا ما كتحتفلوش؟ باش غنحتفلوا. كتحتفلوش؟ باش غنحتفلوا. تبارك الله. عمرك احتفلتي؟ لا والو. علاش؟ حنا الشعب ديالنا شنو الاحتفال عنده؟ هو بكل هذه فهمتي؟ الاحتفال هو انه يمشي يسكر وصافي، هذا هو الاحتفال. كاين شي احتفال. كاين احتفال ولا احتفال؟ لا والله. خليهم هما يحتفلوا. هذه هي الهضره. حنا اليوم مغاربه. تبارك الله عليكم. بيبا الدراري. دوزت ومشيت للمول ودرت هنايا في البحر وشمينا الهواء النقي ودابا غنمشيو للمطعم ناكلو صافي. دابا الليله هذه فين عادي تمشي اليوم ان شاء الله؟ اليوم غنمشي للدار. غتمشي للدار يعني خرجتوا مع العائله وغترجعوا للدار. وهاد 2024 شنو كتسمنى تكون فيها ان شاء الله؟ ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا وباش متمنينا وطول العمر يا ربي والجميع. تبارك الله عليك. كيف سوما مزيانين؟ بخير. الثانيه؟ شحال الثانيه والحياه سهانيه وعندك الثانيه وما عرفتش مقوله. خاو ديري تبارك الله عليك. الله يبارك فيك.
فين هتدوز اليوم هذا 2023 اخر يوم ديالها فين هتدوز؟ هنايا شباسيو هنايا مع العشيوات مع العشيوات طلعوا الناس صافي هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين دابا باسيو عطا بحال هكا نضا باسيو طلعوا بحال 2024 شنو كتسمن تكون فيها ان شاء الله؟ شي موتور عمل سا موتور عمل لا وشني باقي خصك اخر؟ خصنا شي شي حركه والله ما جرت نهار ما بقى خصك والو خصني والو خاودي لي تبارك الله ابراهيم الله يعزك اخا الله يرحمك فين تمشي اليوم؟ كيما قال لك العشيه راه نضربوا شي باسيو نطلعوا بحالنا الناس فين داك هذا العشيه اليوم؟ وهنايا وسهلا مدينه باسيو عارف الله يعرف شنو كتمنى ان شاء الله في 2024 شنو غتحقق الاحلام ديالك؟ اوروبا والسلام اخي ابراهيم هنايا ما كاينه ما يتقضى اخا والله سلام عليك الله يرحمه احنا زعما ماشي من الناس اللي كيهتموا بالاحتفال ديال راس السنه احنا كنتقدوا هاد الفكره هادي ومن خلال الدين ديالنا ما كيسمحناش باش نحتفلوا بهاد راس السنه احنا عندنا راس السنه هو فاتح محرم وهادشي هذا يعني ما جي من الغرب وكيحتفلوا به الغربيين وحنا لكم دينكم ولي دين واش ناس تقول الناس اللي كيحتفلوا في راس العام سنقول لهم يعني الامه كتسبع كتقلد كلشي كيقلد كلشي كيتبع الغربيين وهذا وما احنا الشارع ديالنا الشارع العربي والشارع المغربي فهو يعني خصو يتشبت بالثقافه ديالنا والدين ديالنا محمد تبارك الله لا عزك خاي فين دوز هذه الليله يا محمد احنا كنشوفوا هنا ولا نقدروا نهبطوا بحالنا مع حنا مع الوقت قلت لي مين جيتي قصر مقصر كبير كاملين بيك تبارك الله يا الدراري دا قصر ما يفاجئش من حوم القصر حي الشرافه حي الشرافه تبارك حي الشرافه لا تسرسري صافي الحوم ما تقصر كامله دابا تساريسه درجه ودرجه الدراري مساري ها ضروري يا اخي ابراهيم انت عارف تعودنا شي باسيو ها وفين دوز هاد الليل هاد الليله احنا كندورو هايدا وغنزيدو نكملوها في الدار واحد الجزائري يكملكم الجزائري هذا مش الجزائر انا والله مش الجزائر انا نقلت الجزائر نحكي الجزائر صح صح والله الحمد لله مغاربه فرحانين كاملين بينا والحمد لله يا ربي ونستنى المتتبعين ابراهيم لايك الدراري ديالنا الله يرضى عليكم ابراهيم لا عمر اسلع اقسم بالله اجي قول لي دابا في الجزائريه قول لي الجزائريه فين دوز هاد الليلات اليوم اليوم في بيتنا في بيتكم ايوا وانتينا الان ما شبه بيتك انا راح نخرج نتمشى اليوم مع اصحابي ونمزح ونضحك مع كل شيء يعني هذه الخرجه هذه كتعملوها دائما دائما كل اساسنا خدام الشركه الخياطه السماره والمسموره هذه يلاه خلونا سما ابراهيم شنو غنقول لهم انا سنه سعيده الله يدخل عليكم بالخير والاحسان السلام عليكم ولو خصو يتزوج الله يسهل عليه هذا طايب خصو يتزوج صافي سوا نجوجو ان شاء الله انت عارف اخي ابراهيم دابا راس العام صار كيحتفلوا حنا يصردوا لنا الناس دابا ما كتحتفلوش انتوما تصاروا شحال حنايا يباسيو هدايا مكعكحين نشطانين هذا الجزائري عم كيقشبنا على بنادم كيأدي بنادم خالقينها وصافي خالقينها مع بعضياتنا وداك فحالك اخي ابراهيم لا خليك ديما ضحكه ونشطه لا يا بدري وكانت هذه النهايه ديال الفيديو هذا ونتلاقاو فيديو ثاني ان شاء الله والسلام عليكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.